إنه مهجور. واو، إنه مكان رائع. إنه مخيف. ما هذا؟ انظروا إلى هذا المزمار الرائع. هل تبعده أرجوك؟ لا أعلم مما أنت خائف، فالمكان ليس مخيفاً على الإطلاق. من هذا؟ هذا السيد دافود، وكان هذا القصر ملكاً له. إنه يبدو مخيفاً. ليس مخيفاً، في الواقع يبدو لي أنه جبان. برأيي يمكننا قضاء ليلة آمنة هنا. من هو بالضبط الأمير دافود؟ إنها قصة مأساوية طويلة. كان يعيش في قمة أعلى برج، حيث كان بإمكانه رؤية العصافير تطير. كان يحب مشاهدتها وهي تطير في السماء. كان يتمنى أن يطير مثلها.